السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم أسئلة من الوحدة 24 القسم 1 الحركة الدورية، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح في إيدك بعون الله. هدول كله إتقان المفاهيم، يعني عبارة عن نظري، لذلك ما حأقرأ لك ياهن، حأعطيك فرصة تقرأهن. الأسئلة اللي بدها توضيح جبت لك الرسوم المناسبة لها. هون وضحت طاقة الوضع الجاذبية تساوي لطاقة الوضع المرونية. طاقة الوضع الجاذبية عبارة عن mg في h، طاقة الوضع المرونية عبارة عن نصف k في x تربيع. إذا x تساوي جذر التربيع 2 mg h على k. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.